تركيا اليوم هي بين الديمقراطية والإسلام مجددا، يعني أقصى درجات التناقض. الحديث عن تحولات كبرى، بقيت تركيا تحتل المركز الأول والصدارة. وصل النمو الاقتصادي التركي إلى 8.5%، وهذا أمر لم يحدث إلا مع الصين. اليوم يعود إردوغان اليوم للتحالف مع العسكر بعد أن طوع العسكر. أتى خبر الصاعقة على إردوغان وتركيا عند القبض على مقربين منه بتهمة الفساد. جنرال فيو مع الجنرال ياس حنا، الجمعة الساعة 11:15 المساء على الام تي في.